إذن مشاهدينا، لنتحدث أكثر عن سطوة ميليشيات الحشد في العراق وإعادة 30,000 عنصر من المفسوخة عقودهم إلى العمل. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بك معنا عميد خليل. حياك الله وبياك أخي الكريم. أهلا بك عميد خليل. بداية، كيف تقرأ قرار ما يسمى بهيئة ميليشيات الحشد إعادة 30,000 عنصر من عناصر الميليشيات المفسوخة عقودهم إلى الخدمة؟ أخي الكريم، بحسب الادعاء الميليشياوي الحشدي بإعادة المفسوخة عقودهم، هم الذين فسخت عقودهم بين عام 2015 و2018 لأسباب عديدة، منها الغياب والهروب والسرقة والقتل العمد وغيرها من الجنح والجنايات التي يعاقب عليها القانون، لا أن يتم إعادتهم للخدمة. أما في حقيقة هذا القرار، فهو وجد لمن كان يقاتل في سوريا سابقا، وكذلك لمن يعمل في الفصائل الولائية حاليا، والذين هم خارج المنظومة المالية للحشد لميليشيا الحشد الشعبي. فالقرار من حيث المعنى يؤسس لنظام سياسي ميليشياوي سيادي بعد أن تم فرضه من قبل أحزاب السلطة، وهو أيضا رسالة أمنية للمجتمع العراقي بأن التوجه العام القادم بعد الانتخابات هو نظام عمل ميليشياوي، وعلى الجميع القبول به والانخراط فيه. وفي ذات الوقت هذا القرار هو نافذة جديدة للفساد المالي والتمويل الذاتي للميليشيات. فلك أن تتصور أخي الكريم مخصصات مالية ب 30,000 راتب حشدي تذهب لهذه الفصائل. ومن هنا فقراءتي لهذا القرار هو قرار ميليشياوي بغايات سياسية وأمنية ومالية، تم تأطيره بغطاء حكومي تحت عنوان المسوخة عقودهم. أيضا يعني جاء هذا القرار، هل تعتبر أن هذا القرار جاء لمكافأة هؤلاء الذين شاركوا في الحرب في سوريا وفي غيرها من الخدمات التي قدمت؟ طبعا بالتأكيد أخي الكريم، ومكافأة لهذه الميليشيات الخارجة عن القانون، وفي ذات الوقت هو تقوية للميليشيات الموجودة أصلا في العراق. هو قرار ذو أبعاد أمنية بالدرجة الأساس، ثم انتخابية وأيضا مالية. أيضا هذا القرار هل أتى مفاجئا أم أن هناك يعني ما مهد له من قرارات ومن يعني أمور أدت إلى حدوثه؟ أولا هذا القرار أخي الكريم لم يأتي مفاجئا، فبحسب التصريحات بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل البرلمان العراقي قبل عدة أسابيع، لأنه تم فرض بند، تم إقرار بند ضمن موازنة عام 2021 يلزم الحكومة بقبول 30,000 عنصر جديد ضمن ميليشيا الحشد الشعبي. وهذا طبعا الشرط فرض من قبل تحالف الفتح الميليشياوي وائتلاف دولة القانون لتمرير الموازنة الحالية التي تخلو من التعيينات والمشاريع الخدمية والتنموية، والتي أطلقوا عليها بالموازنة التقشفية، وبعجز مالي مقدار 43 مليار دولار في ظل ارتفاع البطالة التي أشهدها العراق من الخريجين وغيرهم محملة الشهادات، وسوء الخدمات سواء ملف الكهرباء او الماء او الصحه، وتردي برنامج الرعايه الاجتماعيه. لذلك المسرحيه الحشديه والميليشياويه التي ظهر فيها رئيس ميليشيا الحشد ورئيس اركانه وليحققوا فيها مكسبا فيها، تم الاتفاق عليه والتخطيط مسبقا وبعلم الحكومه المسيره ميليشياويا. وهذا دليل على ان القرار السياسي والامني والمالي بيد الأحزاب التي تضم في ثناياها ميليشيات موالية لجار السوء إيران. طيب، إعلان هذا القرار بهذا التوقيت هل هو أيضا مقصود، خاصة يعني نعلم أن يعني باقي أسابيع للانتخابات؟ طبعا أخي الكريم، هذه من إحدى غايات هذا القرار. فهذا القرار من حيث التوقيت بالتأكيد له علاقة في انتخابات تشرين القادم. 30,000 عنصر مع عوائلهم من الناحية الحسابية سيؤمن للفصائل الميليشياوية وأحزابها ما لا يقل عن
210 ألف صوت انتخابي مضمون لو فرضنا متوسط العائلة العراقية 5 إلى 7 أشخاص. هذا بالإضافة إلى الولاء الفردي الذي سيقدمه هؤلاء للتأثير على الآخرين سواء بالإقناع أو بالتهديد، مستغلين الصفة الأمنية الممنوحة إليهم حاليا. لذلك من غايات قرار العودة هو تأمين وضمان الجانب الانتخابي عن طريق إيجاد حاضنات ولائية انتخابية تحت وعود وقرارات الرواتب والعقود. نعم، يعني بهذه الحسبة التي قمت بها عميد خليل، هل تتوقع فعلا نجاح الميليشيات بالسيطرة على البرلمان من خلال الانتخابات؟ أخي، سواء بهذه الحسبة أو بغيرها، هنالك قرار دولي بسيطرة الميليشيات على القرار السياسي في العراق، والقرار السياسي القادم سيكون ميليشياوي سيادي كامل، منظومة ميليشياوية بمسميات وعناوين أخرى تخالف مضامينها الميليشياوية الحشدية. نعم، سيتم السيطرة على القرار العراقي بالكامل من قبل هذه الميليشيات. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لك.